بدون أي مقدمات بصدمكم بحقيقة أن دراكولا عاش في بيت واحد مع محمد الفاتح فاتح القسطنطينية، وله أخ يدعى برادو أصبح من المسلمين. معكم خالد من قناة علم الأساطير، وقبل أن نبدأ في الفيديو أضغط زر لايك عشان تدعمني واشترك في القناة ونبدأ في الفيديو. دراكولا ومصاصي الدماء من أكثر الكائنات شهرة على مر العصور، وما أظن أنك تقدر تحصل لك حد ما سمع عن مصاصي الدماء وظهورهم أثناء الليل. دراكولا يعد هو أصل مصاصي الدماء، فهو معروف بمصاص الدماء الأول. بنتكلم مع بعض عن الصورة الكلاسيكية لدراكولا ومصاصي الدماء، وبعدين بننتقل للحقائق الغريبة عن دراكولا ومحمد الفاتح. من المعروف عن دراكولا أن مظهره الخارجي مطابق تماماً لمظهر البشر، فمن المستحيل أن الواحد يقدر يفرق بينه وبين البشري من خلال مظهره الخارجي، ولكن يوجد اختلاف شاسع جداً في جميع النواحي الأخرى، مثل الشره والرغبة والتعطش لشرب الدماء. بمقدور دراكولا أنه يشرب دماء جميع أنواع الحيوانات، ولكنه يركز على الدماء البشرية لأنها الأفضل والأشهى بالنسبة له، فيقوم باستدراج الفريسة في ظلمة الليل وينفرد فيها ويعضها باستخدام أنيابه الحادة والطويلة، ويبدأ بامتصاص الدم. في هذه الحالة في أمرين ممكن تتعرض لهم الضحية، وهم بحسب رغبة دراكولا. الأمر الأول أن الضحية تتعرض للموت بسبب نفاذ دمها، والأمر الثاني هي القدرة اللي يمتلكها دراكولا، وهي تحويل البشر إلى مصاصي دماء. مصاصي الدماء يمتلكوا قوة جسدية تفوق البشر بمئات المرات، والبشر العادي ما يمتلك أي فرصة أمامهم. ينقسموا بعد إلى درجات، فمصاصي الدماء ذوي الدرجة الأسمى هم اللي تم تحويلهم بواسطة دراكولا نفسه، والدرجة الثانية هم اللي تم تحويلهم من قبل مصاصي الدماء اللي حولهم دراكولا. ينشط دراكولا ومصاصي الدماء بعد مغيب الشمس، وأثناء النهار عادة ما يتواجدوا في توابيت أو أماكن مظلمة، والسبب أن أشعة الشمس تعتبر كمصدر خطر بالنسبة لهم، فهي قاتل فوري لدراكولا ومصاصي الدماء. في بعض النوادر يحدث كسر لقاعدة الشمس ومصاصي الدماء، فيستطيع أحد مصاصي الدماء الحركة في أشعة الشمس، ويكون مصاص الدماء هذا عبارة عن مصاص دماء هجين بين بشري أو بشرية، أو مصاص دماء أو مصاص الدماء بس طباعه تكون طباع بشرية، ولكنه يرث قوة مصاص الدماء والتعطش للدماء. ومثال على هذه الفئة النادرة هو مصاص الدماء بليد، اللي هدفه الأساسي هو التخلص من مصاص الدماء والقضاء على شرورهم المتواجدة على مر الأجيال. يمتلك دراكولا القدرة على الرؤية في الظلام الدامس، والتحول إلى هيئة خفاش بمختلف الأحجام، والتحول لدخان أقرب إلى الضباب. صورة دراكولا وجميع مصاص الدماء ما تنعكس في المرآة، وهي من أحد الطرق اللي ممكن تكشف فيها مصاص الدماء. يعتبر دراكولا مخلوق إمورتل، يعني خالد، فمهما تم إصابته برصاص أو تم قطع أطرافه عنده القدرة على التجدد الفوري، ولكن بغض النظر عن خاصية الخلود اللي عنده يمتلك دراكولا نقاط ضعف ويمكن أن يقتل. نقاط ضعفه هي الثوم، المياه المباركة، ويمكن قتله عن طريق غرز خشبة حادة في قلبه. والحين ننتقل للقصة الواقعية لدراكولا. في عام 1450 كان في قتال على وشك الحدوث بين الهنغاريين والعثمانيين، وبينهم كان في مملكة صغيرة اسمها ولاكيا. حاكم هذه المملكة اسمه دراكول، وتعني بالرومانية التنين، وسبب تسميته لأنه كان عضو فعال في أحد التنظيمات السرية اللي يدعى بتنظيم التنين، وأيضا كان يضع رمز التنين في العملة ودروع الحرب في ولاكيا، فأصبح يعرف بدراكول أي التنين. رسل السلطان العثماني مراد رسالة لدراكول، وعرض عليه حمايته من الهنغاريين بشرط أنه يدفع الجزية، ولو احتاج الجيش العثماني جيش مراد لمقاتلين يمدهم دراكول
لمقاتلين، وطلب منه سرعة الرد على الرسالة، ولو وافق يرسل له دليل على الولاء. وافق دراكولا على كلام السلطان مراد، وعشان يثبت ولاءه قام بأمر غريب جدا، رسل أولاده الاثنين للسلطان مراد واللي كانت أعمارهم ما تتجاوز 12 سنة، وأحد هؤلاء الأبناء هو دراكولا واللي تعني بالرومانية ابن التنين، واسمه الحقيقي هو فلاد أو الكونت فلاد، وأخوه الأصغر اسمه رادو. وصل دراكولا ورادو لقصر السلطان مراد، وكان السلطان مراد ابن عمره قريب لأعمارهم واسمه محمد، واللي أصبح بعد سنوات يعرف بمحمد الفاتح فاتح القسطنطينية. اتربوا ثلاثتهم مع بعض، وكان السلطان مراد يعلمهم مع بعض الفروسية والقتال والعلوم بجميع أنواعها. مع مرور الأيام أصبح رادو صديق لمحمد الفاتح، ولكن كان دراكولا في نفس الوقت يحقد ويبغض محمد الفاتح، بالرغم من أنهم قاعدين يتربوا مع بعض ويتدربوا مع بعض. والسبب أن دراكولا في الأصل كان يكره العثمانيين، وكان يشعر أنه مجرد أسير عندهم برغم كل التعامل الجيد اللي تحصل عليه من العثمانيين. مرت السنين وكبر الثلاثة، وأصبح محمد الفاتح السلطان، ودخل رادو في الإسلام، ولكن ظل دراكولا على دينه وما تغير أبدا. جاءت الأخبار من مملكة والاكيا بموت حاكمها دراكول، فأرسل محمد الفاتح دراكولا عشان يخلف أبوه في الحكم، وبالفعل أصبح حاكم والاكيا هو الكونت دراكولا. وطبعا قرر رادو أنه يظل مع محمد الفاتح. علم دراكولا أن موت أبوه كان موت غير طبيعي، فكان ورا موته مؤامرة تمت من قبل بعض البويار، والبويار هم طبقة النبلاء في والاكيا. أقام دراكولا وليمة ودعا فيها كبار البويار، وبعد ما انتهوا من الأكل أمر جنوده بقتلهم وشارك معاهم في القتل. وما اكتفى بعملية القتل هذه، بل قام بقتل جميع البويار في والاكيا وحتى اللي ما لهم ذنب في المؤامرة. قتل الأطفال، النساء، كبار السن، قام بإبادة كاملة لهم في والاكيا. وهنا بدأ يظهر الوجه الحقيقي لدراكولا. ظهر الدموي دراكولا وأصبح يرتكب أمور بشعة إلى أبعد الحدود. ونبهكم للي ما يقدروا يتحملوا سماع الأمور البشعة يقدموا الفيديو. بدأ دراكولا بتعذيب الناس، فكان يحضر الشخص ويربط أطراف الأربعة في أربع خيول ويضرب الخيول بحيث أن كل خيل يتجه في اتجاه الأطراف، وتبدأ الأيادي والأرجل تتقطع وتنفصل عن الجسد، وتسمع صرخات الشخص، ولكن بدون أي رحمة تضرب الخيول وتنفصل أياديه وأرجله ويصبح جسد من دون أطراف. ومن أشهر طرق التعذيب اللي اشتهر فيها دراكولا هي الخوزقة، ومن كثرة ما يستخدم أسلوب الخوزقة في التعذيب أحد الأسامي اللي كان يسمى بها هي فلاد المخوزق. والخازوق هو جذع شجرة مدبب في إحدى الجهات. كان دراكولا يأمر جنوده بطعن اللي يريد تعذيبهم بالخازوق ورفعهم في الهواء وتثبيت الخازوق في الأرض، وهذه الطريقة ما تقتل الشخص فورا، فيبدأ الخازوق بالدخول بشكل بطيء في أحشاء الشخص لين ما يطلع من الجهة الأخرى ويموت، ولك أن تتخيل مقدار الألم لين ما يموت. فالبعض كان يموت من شدة الألم، والبعض الآخر من تفجير أحشائه الداخلية. كان دراكولا يتفنن في خوزقة الناس، فمرة يغرز الخازوق في الفم ويعلق الناس بالمقلوب، ومرة يغرز الخازوق في البطن، وكانت للرجال والنساء، وبعد يغرز الخازوق في رقاب الأطفال الرضع، لدرجة أنه خلاه العقاب الرسمي لكل شيء. اللي يسرق يخوزق، اللي يكذب يخوزق، اللي يضرب شخص يخوزق الضارب والمضروب، ولو المرأة كسلانة يقطع إيدها ويعلقها في الخازوق عشان تكون عبرة للنساء. في أحد الأيام زار أحد النبلاء البولنديين دراكولا في قصره، فجلس هو دراكولا في طعام،
وكان دراكولا يشرب الخمر ممزوج بدماء ضحاياه، حتى أنه بعض الأحيان يأكل الدماء بالخبز. أثناء جلوس البولندي مع دراكولا كان أمامهم ناس معلقين في الخوازيق، وتخرج منهم أصوات الأنين والألم، وجزء منهم جثث ميتة معلقة، وآخرين مسلوخي الجلد. وكان دراكولا يتلذذ بهذا الأمر أثناء الطعام. وضع البولندي إيده في أنفه بسبب روائح الجثث الميتة المعلقة، فقال لدراكولا أنه ما يستطيع يتحمل الريحة، وعلى طول أشار دراكولا لجنوده وقال لهم جيبوا خازوق أطول من الخوازيق الموجودة وعلقوا هذا الرجال. وتنفيذا للأوامر علقوه، فكان الرجل يصرخ، وتحول الصراخ إلى بكاء بسبب الألم. وجاله دراكولا وهو معلق وقال له الحين الروائح ما بتوصل لك. وصل دراكولا لمراحل جدا بعيدة، كان يجيب قدور كبيرة ويطبخ فيها الناس وهم أحياء، وكان يأمر جنوده بتقطيعهم في القدور أحياء وتتعالى صرخاتهم. يوم من الأيام جمع دراكولا جميع الفقراء الموجودين في المدينة، رجال ونساء وكبار سن وأطفال، في ساحة كبيرة، وقدم لهم وليمة كبيرة استغرب منها الجميع وأطعمهم أجمعين. وبعد ما خلصوا قتلهم كلهم وما بقى فيهم ولا واحد، لاعتقاده أن الفقراء لا فائدة منهم ويسببوا إرهاق للمملكة، وقام بكثير من الأمور البشعة اللي لا يمكن أن تذكر. ما مر وقت طويل إلا وتحرك السلطان محمد الفاتح بجيشه نحو والاكيا، فوصل إلى نهر الدانوب ورسل رسولين لدراكولا للحل السلمي بأن ترجع والاكيا تحت الحكم العثماني وتدفع الجزية. من المعروف أن رسل الحرب لا يؤذوا ولا يقتلوا، وهذا عرف عالم، ولكن لما وصل الرسولين لدراكولا وبدأوا في إرسال الرسالة، قاطع دراكولا كلامهم وقال لهم بغضب نزلوا العمامات اللي لابسينها، فردوا إنها تقاليدهم العثمانية ويفتخروا فيها. نادى دراكولا جنوده وأمر بإحضار مسامير صغيرة، وأمرهم بأنهم يدقوا العمامات ويثبتوها في رؤوس الرسولين، فصارت الدماء تسيل من رؤوسهم. ورجعوا لمحمد الفاتح فغضب وأرسل كتيبة كبيرة للقضاء على دراكولا وجيشه، ولكن تم هزيمة الكتيبة كاملة. فقرر محمد الفاتح أنه ينطلق بالجيش كامل، وكان قوامه 20,000 مقاتل يملأهم الغضب. فلما وصلوا بقرب أسوار والاكيا وقف الجيش بأكمله على مشهد جدا صادم، بدأ بعض الرجال بالبكاء لهول المنظر، فكانت قدامهم غابة من الخوازيق مرصوصة على اليمين والشمال، ويخرج منها أصوات أنين وآلام وأصوات تذكر الله. كانت غابة الخوازيق مصنوعة من أجساد الكتيبة المهزومة. شاف قائد الجيش محمد الفاتح الضرر النفسي اللي حل بجيشه، فأمرهم بالانسحاب مع وعد الرجوع وأخذ رأس دراكولا. فكان من المستحيل أنك تفعل فعلة نفس هذه بالمسلمين وتنجو فيها، فقد كان الإسلام في هذاك العصر عزيز وقوي جدا. جهز محمد الفاتح جيش قوامه 60,000 فارس مليء بالخيول والمدافع والغضب، فسمع دراكولا بقدوم الجيش وهرب من عاصمة والاكيا مطارد هو جيشه من قبل جيش محمد الفاتح. كان دراكولا يقوم بحرق مخازن الحبوب والطعام وتسميم آبار المدن اللي يمر عليها عشان لا يستطيع جيش محمد الفاتح التزود بالمؤن. اتلاقى الجيشين أكثر من مرة وحدثت قتالات بينهم، وكان دراكولا يغير على جيش المسلمين أثناء الليل، وانتهت المطاردة بتدمير جيش دراكولا ومحاصرة دراكولا في أحد القلاع. لما أوشك جيش محمد الفاتح على الوصول لدراكولا، قفز دراكولا داخل بئر، وطلع أن هذا البئر ممر سري مبني للهروب، وأشعل في باب البئر نيران عشان ما يقدروا يلحقوه، وهرب خارج والاكيا. وحكم والاكيا القائد المسلم رادو،
وأنقذ شعب والاكيا من دموية دراكولا. هرب دراكولا لهنغاريا وطلب المساعدة من ملكها، وبدل المساعدة مسكها الملك ورماه في السجن لسنين طويلة جدا. وبالرغم من كل هذا، وهو خلف قضبان السجن كان يمسك الحشرات والقوارض ويخوزقها، شخصية مختلة إلى أبعد الحدود. حكم رادو والاكيا وتزوج وكبر وتوفى بعد سنين طويلة. وفي هذه الأثناء خرج دراكولا من السجن وحاول أنه يعيد حكمه لوالاكيا، ولكن انقض عليه أحد الأساسينز اللي هم في الأصل الحشاشين، وقطع رأسه وغمسه في العسل عشان يحتفظ في الرأس، وأرسله إلى القسطنطينية إلى محمد الفاتح. وهذه صورة حقيقية لدراكولا أو الكونت فلاد. ومن وراء هذه القصة الواقعية ظهر الرواة وبدأوا يزيدوا عليها لين ما ظهر دراكولا اللي نعرفه في الوقت الحالي في الأفلام. وهذه كانت نهاية الفيديو، فلا تنسونا من الإعجاب والاشتراك ومشاركة فيديوهات القناة مع كل محبي الأساطير، وفي أمان الله.